صالح بيداد 26 سنة ولد مدينة أكادير وساكن في مدينة إنز كان بالضبط في طراست. شاب كجميع شباب كان عندي واحد المسار الدراسي اللي بديته بالإعدادي الثانوي، من موراها كان عندي اختيار ديال الشعبة اللي غنكمل فيها المسار الدراسي ديالي، وكان اختيار ديالي في الريزو انفورماتيك في المعلومات حيت كان عندي واحد الحب لهذا المجال هذا. فعلا كملت في مدينة أكادير، ومن موراها باش نبريباري لا ليسونس بروفيسيونيل ديالي تحتم عليا انني نتحول لمدينة أخرى اللي هي مدينة الرباط. فعلا تقبلت دوزت لي كونكور ديالي وسكنت في مدينة الرباط في البداية ديال السنة الدراسية ديال لا ليسونس. فواحد السفر اللي كنت جيت شفت الدار ورجعت ما كتبش أن هذا السفر يكمل، تعرضت لواحد الحيطة ديال السير، علمتنا واحد الحافلة ديال السفر مع شركة معروفة اللي على الإثر ديالها فقدت الذراع الأيسر ديالي، وتحتم عليا انني نكمل هذيك السنه الدراسيه ولا ليسونس بروفيسيونيل ديالي بواحد العاهه اللي غادي تكون معايا ديما، يعني مستديمه، واللي غادي نكمل معها ماشي غير لا ليسونس انما الحياه ديالي كامله. فعلا خديت الدبلوم ديالي، ومن موراها دخلت المجال ديال العمل ودخلت المجالات اخرى اللي اكتشفت فيهم حوايج جداد، اللي من بينها مواقع التواصل الاجتماعي، وليت كنشط في مواقع التواصل الاجتماعي بطريقه يوميه، وليت كندير فيديوهات تحفيزيه، وليت كنهضر على المشكل الصحي ديالي، وليت كنهضر مع ناس ولا كنوصل ميساجات للناس اللي عندهم مشاكل بحالي، اللي كانوا عندهم مشاكل قبل مني ولا بحالي، اللي تعرضوا لهم على اي حوادث ديال السير او لا في المسار ديال الحياه ديالهم، ولا اللي كان عندهم مشكل يعني من البدايات ديالهم، يعني خلقي بتزاد بصفه يعني كتكون مختلفه على ناس اخرين. ولقيت واحد التفاعل كبير مع هاد الناس هادو اللي كيطرحوا عليا بزاف ديال الاسئله اللي ما كنتش عارف انا اصلا واش كتخلق لهم مشكل، من اسئله مثل واش كيفاش كدير انك تفرض راسك، كيفاش كدير تحط صورك في مواقع التواصل الاجتماعي، كيفاش كدير تخرج، كيفاش كدير تمشي للبحر عادي، وبزاف ديال الاسئله اللي كانت انا كتبان لي زعما عاديه، ماشي شي اسئله اللي غادي تخلق مشكل، انما بالنسبه لهم هما كتخلق واحد الحاجه اللي هي ماشي طبيعيه وكتخلق لهم واحد الاختلاف ومشكل في الحياه اليوميه ديالهم. انا كان عندي واحد الاختلاف هو في السنه بالضبط اللي درت فيها الحادث، يعني في 2015، كان عندي قبل 2015 وبعد 2015. يعني قبل 2015 كنت كنعيش واحد الحياه عاديه كجميع الشباب، يعني كنقرا، كندير سبور، كنتريني في لاصال، كندير السباحه اللي كنت كنمارس من الصغر، كنخرج يعني عادي جدا، اي حاجه طاحت لي على بالي كاي شاب غادي نديرها. من مور 2015 طاحوا عليا تحديات جديده واختلافات اللي تحطوا لي في الحياه اليوميه ديالي، من بينها واش غادي نمارس الرياضه، كيفاش غادي نمارس الرياضه، واش غادي نمشي للبحر، وكيفاش غادي ندير نمشي للبحر، غادي نمشي للحمام ما غاديش نمشي للحمام، شي حوايج اللي بالنسبه ليا قبل كانوا عاديه ولاو كيدخلوا في الخانه ديال ماشي عادي او لا عادي وبطرق مختلفه. هذوك الطرق المختلفه تيجيو يعني بالممارسه، تيقولوا الغايه ام الاختراع، ولا الاختراع تيجي من مورا الحاجه، هذيك الحاجه ديالي هي اللي كتخليني نكتشف حوايج جداد فيا ولا نحاول نلقى ليها حلول. من بين الحلول اللي كنلقى في الحياه اليوميه ديالي، والحل الاكبر هو فرض الذات على المجتمع والفرض الشخصيه ديالي. هذا الفرض ديال الذات والشخصيه ما كيجيش زعما عن طريق اعتباطيه، انما كيجي من مورا واحد الفيكو، ومورا واحد الحياه اللي انت كتقبل فيها راسك وكتواجه فيها راسك. وبطبيعه الحال كيكون من بين الحوايج اللي كيعاونوا في هذا الشيء هذا هو الجانب الاسري، يعني الاسره ديالك والاصدقاء اللي كيعيشوا معك الحياه اليوميه. هذه الاسره هذه والاصدقاء عندهم واحد الدور كبير لاي شخص، يعني اي واحد عنده مشكل كيف ما كان، سواء خلقي سواء عاهه سواء عنده حريق سواء عنده مشكل في الصوت ولا في الشوف ولا كيف ما كان كيخليه يحس بالاختلاف، راه الاسره والوسط ديالو تيلعب واحد الدور كبير. بالنسبه لي انا لقيت الاخوه ديالي، عندي جوج ديال الاخوه صغار مني، رضا اللي هو حدايا ورابي اللي صغر منه، والصديق ديالي اللي توا اخ ثالث، يعني كملنا اربعه ديال الاشخاص اللي كنعيشوا حياه يوميه ديما مجموعين، اللي هو نور الدين. هاد الخوت ديالي عاونوني بزاف شحال ديال الحوايج، يعني ما كنهضرش على دابا انما كنهضر على البدايات ديالي مع اي حاجه، البدايات ديالي في السبور، البدايات ديالي في الخروج، البدايات ديالي في الحمام، البدايات ديالي في كيفاش نلبس حوايجي، يعني كيكونوا ديما معايا في البدايات، حتى كنولف انا داكشي اللي موالفين هما تيعاونوني فيه، تنولي تلقى لي حلول نديرو بوحدي. بالنسبه للحياه ديالي تقريبا من مورا الحادث، يعني من 2015 لدابا، عاش معايا نور الدين حيت تعرفت عليه بالضبط من مورا الحادث، يعني من مورا ما رجعت لاكادير، من مورا ما بديت في التشافي والتعافي، تعرفت عليه في مواقع التواصل الاجتماعي، كانوا كيجمعونا جروبات ديال اعمال خيريه، وتما قررت انني نزيد نتعرف على الشخصيه ديالو، ونزيد انني نتقرب ليه ونكون نديرو كصديق ديالي، والحمد لله دابا راه مده ديال
5 سنوات ما عمرنا تفارقنا، يعني كنكون 24 ساعة 24 عايشين مع بعضياتنا، وتيدوز معايا كاع المشاكل اللي كندوز عليها في الحياة اليومية ديالي، وكاع التحديات كيشوفها هو، وهو يقدر يهضر لكم من جانب آخر، يعني من غير أنني أنا شنو كنحس، هو يقدر يعاود لكم كشاب كيعيش مع واحد عنده اختلاف جسدي ولا عنده مشاكل جسدية، كيفاش كيشوف معايا هذا الشيء وكيفاش كيواجه معايا هذه المشاكل، ونخليه هو يعاود لكم. معكم نور الدين بالغرد، الصديق ديال فيصل عبيدات. كيفاش النهار الاول عرفتيني؟ واش شفتي فيها شي اختلاف ولا حسيتي باللي انا عندي مشكل ولا جيتك عادي؟ اول نهار فاش عرفت فيصل عبيدات كان في تقريبا بروميير اني في لافاك، كان في الاول يلا كعرفته كان حاط واحد الجاكيطه فوق ظهره، وما كنتش عارف واش اصلا قطع لي يدي، يعني كنت فاش عرفته في الفيسبوك في واحد الجروب ديال ساعه جروب فاميلي ديال الاعمال الخيريه. فاش عرفتو هي فاش جا من الرباط وفاش جا عندي بيدير لي على غفله، ساعه الدراري صحابي قالوا عليا، هي فاش جا عرفتو 15 يوم وانا كنتمشى ما عارفش واش يديه مقطع، وزعما راه 15 يوم ماشي زعما نهاري نهار لا نهار، 15 يوم كونتيني. شفتو هاد 15 يوم هادي ما عرفتش واش يديه مقطع، حتى واحد النهار بدينا كنهضروا على شي ديال الحوادث السير، هو يقول لي راه مقطع يدي، وبقيت كنشوف فيه كنت واقيلا راه كيكذب عليا، قلت محال واش مقطع يدي، وشي هو يعري على الجاكيطه هو يزيد بلي يدي مقطع، وانا تشوكا في ديك اللحظه ما فهمت والو، ما عرفتش بصح ما تخربقت فهمتي ما فهمتش صافي. هو تبدل الاوراق ديال لاكسيدون، بديت كنقرا فيهم، كنقرا تقريبا شي 24 ورقه ولا 25 ورقه، حتى ساليتهم كاملين بقيت كنشوف فيهم، بقيت مصدوم بقيت فاهم والو. صافي تما قلت ليها ودي انا معاك، قلت لي في اي حاجه خاصك انا معاك وغنبقى معاك حتى الاخر، حتى النهار تردموا بجوج كما كيقولوا. صافي تما فاش لقينا غير انا وياه كنعيشوا مجموعين، كيجي عندنا للدار وكنمشي عندو لدارهم، وكنبات معاه وكيبات معايا في دارنا، ووالديا ووالدي كلشي داكشي بحال قلت لي صافي، تعارفوا وعرفوا بعضياتهم صافي ولينا عائله وحده. وخصوص الصعوبات اللي كانوا كيواجهوا في الاول هو كيفاش يلبس الحوايج بحال السروال تاع الجين وكذا، ولكن تغلب على داكشي ولا ولا قاد براسو يعني، ولا كيدير كلشي بيدي تقريبا، يعني ما لدرجه ولا كيدير شي حوايج اللي انا ما كنقدرش نديرهم، باغ اكزومبل الا كنلعبوا ولا شي حاجه كنلعبوا البلاي باغ اكزومبل، كنلعبوا ديك ديال الطوموبيلات كيشد الكيدون وميم طون شاد ديك علامة مربع كي فهمتي هذيك اللعبه اللي فهمتي وكيغلبني. بخصوص هاد البارتي هادي اللي قلتي ديال النقص، انا النقص ما كانش كيبان لي نهائيا فهمتي، حيت اصلا عرفتو انا عرفتو باغ اكزومبل عرفتو بحال عنده جوج يدين، وميم طون عايش مع هذا بحال عنده جوج يدين، ما كاين عنده حتى نقص وكيقدر يدير شحال من حاجه كما قلت لكم بيد وحده. وفاش كنخرجوا قدام الناس كان كيقول لي ودي راه شوف الدراري الصغار كيديروا ملي غيشوفوني بواحد اليد بواحد اليد، بقيت كنشوف البراش كيبغيو يشوفوه فهمتي، كيتخلعوا كيقول لك ماما شوف هذاك عنده واحد اليد بوعو فهمتي، كل مره كيقولوا صافي. مع سميتو بدا كيتعايش مع السيتوياسيون هذه، مع هذا الوضع هذا بدا كيتعايش معاه صافي، ولا كيخرج الناس صافي كثرت ما انهم كيشوفوه بواحد اليد صافي ولفوه، يعني وقدر يفرض راسو بواحد اليد وقدر يدير شحال حاجه بواحد اليد. النصيحه ديالتي للناس لونطوراج، حيت انا بحال قلتي عشت معاه لمده دابا اكثر من 4 سنين، هو انه يتعامل بلا ديك البارتي ديال انه كيتعاطفوا معاه، حيت هو انسان قدر الله انه تقطع ليه يديه في واحد الحادث، يعني بنادم يتعامل معاه على اساس انسان عادي، حيت راه ممكن يكون احسن منك وممكن يكون اقل منك فهمتي، يعني ما يحاولش يبين ليه بلي عنده واحد النقص فهمتي، الا بيجي هكا يجي يعاونو لا، حيت هو قاد يدير اي حاجه فهمتي، يعني ديك اللي باغ اكزومبل بحال درتي هكا وديتي كتخدم راه شي حاجه صعيبه، ولكن هو 3 سنين يعني غادي يلقى الحلول لراسو، يعني يلقى بزاف ديال الحلول لراسو. كم انا رضا عبيدات الاخ ديال فيصل عبيدات، المهم انا عشت مع حياتي كامله من صغرنا، انا كنت من صغرو اصلا هو كان شويه شنو نقول لك معقد، ما كان واحد الدري اللي ما تيخرجش ما تيدير ما تيلعبش كره سبور ما تيديرش سبور، كان غير يريح في الدار بي سي الدار المدرسه الدار ما كانش تيخرج، ما كان حنا كنا تنخرجوا كنقولوا ليه يلاه تخرج تلعب معنا كره، هو ما كانش تيخرج. المهم فاش مشى كمل قريته في الرباط، ومن بعد فاش وقعت لي ديك الحادثه بحال قلتي هو التغيير 90 درجه، داك الشخص اللي كنا كنعرفوه قبل ما بقاش داك الشخص، ولا هو تيخرج وكيقول لنا حنا يلاه نخرجوا، هو كيمشي يدير الرياضه يقول لنا يلاه، وانتم راه تبدل الشخصيه ديالو كامله، تبدلت ولا متفائل، ما بقاش زعما منغلق ولا تيقول لك لا ما نخرجش انا، لا راه غادي يشوفوني الناس، لا راه لا بالعكس كيخرج ويلبس التيشيرت ويعوم، بحال دابا حنا مثلا تقدر تكون فيها غير حبه فلوج، انا خصني ندير الكريم ونخطيها وما تبانش فهمتي، غيشوفوني الناس حشومه، ولا هو عادي يلبس التيشيرت، بعض المرات كيحيد كاع التيشيرت في البحر ويعوم عادي جدا، ويخرج يمشي للسبور يتريني لاصال عادي جدا، كي
نقول لك انا ماشي شغلي في بنان، انا كبغاني الله نكون انا هكا غادي نعيش حياتي هكا غادي نكمل، ما كيهمنيش انا الاراء ديال الناس شنو غادي يقول عليا بنادم ولا بالعكس. هو كيمشي عند الدراري تيقول لهم شوف وعزيزين عليه الدراري حتى هما واقع لهم شي مشاكل بحال هكا، اما خلقيه يا اما بحال هكا، ديما كيتعاون معاهم ديما كيهضر معاهم ديما كيعطيهم نصائح تيقول لهم ودي عيشوا حياتكم، راه ما تسناش الراي ديال ما حتاش كون بنادم ما يمكنش ما غادي يعطيك والو الا ما فرضتيش الراي، الا ما فرضتيش راسك عليه ما تسناش هو يقول بلي راه داك فلان، انت خصك تبين راسك وتبين بلي راك كابابل وراك تقدر دير شحال من حاجه ما يقدرش بنادم اخر يديرها. كلمه اخيره غادي تكون لكاع الناس، اي واحد غيشوف هذا الفيديو هذا وكيعرف شي واحد في لونتوراج ديالو ولا تصادف انه تلقى شي واحد عنده واحد العاهه ولا خلقه ولا شي حاجه اللي كتكون كتخليه يختلف على ناس اخرين، لانه عادي ما تعاطفش معاه ولا تبين لي التعاطف ديالك، وبعد الكلمات تنقول احنا المغاربه مسكين وسميتو كتبدي تبين لي انه راه بقى فيك، بالعكس راه هو عادي وشجعوا انه يكمل وفرح به وعطيه شي كلمه انه تخليه قوي. انا وقعت لي واحد الانكدوت في بحر ديال الرباط اللي كان معايا نيت نور الدين فيها، تلاقيت واحد الدري صغير اللي غادي تكون عنده واش 10 سنين 12 عام تقريبا ما عقلش، راه غادي نوريكم التصويره ديالو، وعنده المشكل ديال اليد حتى هو عنده غير الدرع ديالو يعني الكف ديالو اللي ما عندوش من جهه اصابع وداكشي، وكان كيتخبى وفاش شافني انا بهكا ما لابس تيشيرت يعني في البحر كان عوم مع الدراري، جا عندي وقال لي سعدات كيفاش كدير انت عندك يدك كامله ما كايناش واش عادي زعما، قلت ليه عادي، وبقيت كنهضر معاه لقيته هو وقع عليه واحد المشكل ديالو واش كان عند شي سودور ولا معطين الجار وتقطعات ليه ديك اليد ديالو على شي مشكل ديال الماكينه، وقالت لي اختو راه بزز باش هو جا كيعوم يعني في البحر هكا غير بزز باش جبناه، وحتى شرطنا عليه انه يجيب القوه عاد جا، واصلا هو ما بغاش يجي، وتما بقى تصورت معاه وبقيت كنهضر معاه شحال من تما عرفت ان المجتمع تيلعب واحد الدور كبير لهاد الناس هادو، يعني سواء كانوا صغار ولا كبار النظره ديالهم تتخليك انك تنغلق على راسك وتسد على راسك وما ديرش بزاف ديال الحوايج كنتي غادي ديرهم عادي، يعني دي زاكتيفيتي اللي انت كتحرم منهم راسك خوفا من النظره ديال الاخر. ما كنوجه رساله للناس اللي عندهم هاد المشاكل هادو، ما عمرك تخاف ما عمرك تكون تخلق لك داك المشكل، عيش حياتك عادي خرج واجه المجتمع، راه الحياه كنعيشوها مره واحده وديك المره وحده راه ما عندناش فرصه ثانيه نعاودوها، ولا راه كتزقلها وكتدوزها على واحد السبب اللي هو تافه بالنسبه ليا وما نقدرش انا نعتبره مشكل. وشكرا.